ده مثال أربعة. مثال أربعة إحنا بنتكلم فيه إن إحنا عايزين نقسم 3672 على 54. لو خدت الرقمين الأولانيين على الرقمين التانيين يعني 36 على 54، هلاقي إن 36 أصغر من 54، فمش هينفع. فأنا مضطر إن أنا آخد الثلاث أرقام دول مع بعض، فهتجاهل هقسم بقى على 5. 36 على 5 فيها الإيه؟ 36 على 5 لو قسمتها هلاقي فيها 7، لأن 5 في 7 ب 35. أجرب يعني 36 على 5، ما باخد دايما الرقم الأولاني أقسمه، الرقمين الأولانيين أقسمهم على 5، بقى يبقى 36 على 5 هيطلع 7. لو هضرب بقى 7، لأن 7 في 5 ب 35، بس أنا هضرب 7 في 54 بقى مع بعض. فلو ضربت 7 في 54 هلاقي الناتج هيطلع 378، يعني اكبر من 300، اكبر من الرقم ده، لان الرقم ده 367 لكن ده 378، فالسبعة مش هتنفع. نفس اللي حصل في المثال اللي فات، فهضطر ان انا استخدم الستة. الستة في اربعة، هضرب بقى الستة في اربعة في ستة باربعة وعشرين، اربعة معنا الاتنين، وخمسة في ستة بتلاتين، واتنين يبقى 32. واطرح هتبقى تلاتة، سبعة ناقص اربعة تلاتة، وستة ناقص اتنين اربعة، تلاتة واربعين. فعلا الرقم تلاتة واربعين ده اقل من اربعة وخمسين، هنزل الاتنين من فوق واجرب بقى تاني موضوع الاسم. هاخد الرقمين الاولين اقسمهم على 5، هلاقي 43 على 5 فيها 8، 5 في 8 ب 4. اتاكد بقى نفس الفكره، 8 اضرب ال 8 ديت في 54، هشوف هيطلع رقم علاقته بالرقم ده. 4 في 8 ب 32، 2 معانا 3، و 8 في 5 ب 40، و 3 ب 43، يبقى 432. اذا ده طلعت 432 اللي هي الرقم بتاعي طلع صح، يبقى انا كده لو ضربت على طول يبقى الكلام بتاعي ده مظبوط. اتاكدت لقيته مظبوط، لقيت ان التمانية هتطلع نتيجة مظبوطة، فحطيت التمانية وضربت التمانية في 54، لسه ضريبة تطلع 2 3 4. كأني بحل بطريقة آلية، طريقة آلية. الطريقة الآلية دي بتسهل لي الشغل بتاعي، وبتخليني ابقى عندي سيستم في الحل. سيستم يعني فكر، ما بحلش كده وخلاص. يبقى احنا خدنا ده المثال يعتبر رقم 4، يعني خدنا 3 امثله قبل كده، كل مثال فيه فكره غير التانيه. لما اجمع الافكار دي مع بعضها ابدا اكون فكر الايه، يبقى عندي فكره كامله شبه كامله لمسائل القسمه. لكن ده لا يمنع ان احنا ناخد امثله تاني، لان طبعا الرياضه محتاجه، بالذات في الحاجات الاساسيه دي محتاجين تدريب.